استاذ محمد، دي كانت رؤية استاذ عصام، ان ما زال يعني لقب مباراة القمة لم يرتقي للمستوى المطلوب، دي نمرة واحد. الجزء الثاني اتكلم برضو على وجود بعض الاشخاص زيادة والتزام طبعا بالبروتوكول، لكن في لسه النظام حضور الناس الحاضرة غير منتظم. حضرتك شفت بقى يعني شفت المباراة ازاي؟ يعني يمكن انا شايف المباراه دي واحده من 34 مباراه اللي هو السيزون بتاعك كله، واحده من مباريات الدوري يعني. واحده مباراه الدوري، ثلاث نقاط يعني كمباراه لو حطيتها ضمن كل المباريات اللي موجوده يعني. لكن تظل القمه بين الاهلي والزمالك قمه تاريخيه دايما، لانها الاهلي والزمالك في الثقافه بتاعتنا كمصريين، ومن هنا بياتي اهتمام المباراه بغض النظر عن مستوى اي فريق منهم او المراكز او الموقع اللي موجود في جدول الدوري. لما نلاقي الاهلي 56 نقطه والزمالك 42، فرق كبير جدا. اللي يشوف يقول مش قمه يعني، القمه اتنين قريبين من بعض يعني، لكن هي مربوطه بنوع من الموروث الثقافي التاريخي ده اللي بيعملها نوع من الحساسيه ونوع من الاهتمام، والبعض بيطلق عليها بطوله خاصه. بطوله خاصه فعلا، لكن هي بطوله خاصه معنويه، لكن ليس بطوله خاصه في الدوري يعني. انا لو الاهلي كان فاز بيها عادي، لو الاهلي تعادل عادي، لو الاهلي خسر برضو الامور عاديه جدا مش كارثيه يعني. اول الاهلي بيلعب 20 مباراه قبلها بيكسب 18 مباراه وبتعادل في ماتشين، يعني شيء رائع وانجاز رائع للاعبين وللمدرب وحاجه عظيمه جدا. وقبل توقف الدوري كان الاهلي في السماء والناس بتشيد بالمدرب والاداء بشكل كويس جدا. فشايف ان هي مباراه عاديه لا يجب ان احنا نحملها اكثر من طاقتها ولا يجب ان نزيد منها. بالعكس انا شايف ان الخساره للنادي الاهلي في هذا التوقيت رائع، لانك انت خسرت في بطوله شبه محسومه بالنسبه لك كدوري. اعتقد ان في اخطاء ظهرت سواء من جانب اللاعبين او من جانب الاداره الفنيه للمباراه، تصحيحها مهم جدا قبل المعركة الكبرى الأفريقية اللي انت بتسعى إليها بقالك عدد من السنوات. صحيح. هو